بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية المعالي التي نظمت هذه الدورة التحفيظية للأربعين النووية، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق إن شاء الله، وأن دائما تكون تسعى إلى ما فيه خير العباد وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله العبد الضعيف هذا من مواليد 53، وقد التحقت بالكتاب وفي عمري 7 سنوات، ويسر الله لي أن أختم القرآن الكريم في وعمري، وكان عمري إذ ذاك 11 عاما. وكذلك التحقت بالمدرسة النظامية، وبعد ذلك لما أنهيت السنة الرابعة كنت دخلت إلى تكوين، إلى مدرسة تكوين المعلمين، واشتغلت معلما في المدرسة الابتدائية. وبعد ذلك بعد مدة أيضا من السنوات كنت أيضا شارك في تكوين أساتذة اللغة العربية بالمتوسط، وفي الأخير آخر مطاف كنت التحقت بالشؤون الدينية واشتغلت حوالي 10 سنوات، ثم بعد ذلك تقاعدت، وأنا الآن مشتغل طبعا بتعليم القرآن الكريم، ولقد يسر الله سبحانه وتعالى في هذه المنهجية التي كان لها دور فعال سواء في تحفيظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو المتون العلمية. ولقد طبعا العبد الضعيف قد أقام مدرسة أو معهد لتحفيظ القرآن الكريم منذ حوالي الآن منذ سنة 91، عندنا الآن حوالي تقريبا 31 عام، وقد تخرج على يدي العبد الضعيف ما يزيد عن 500 طالب وطالبة لحفظ القرآن الكريم. هذا هو. قمت بحوالي 50 دورة في الأربعين النووية، وحوالي 4 دورات في كتاب عمدة الأحكام، وهذه الدورة إن شاء الله هي الآن في مدينة الإدريسية، ولقد شارك فيها ما يزيد عن 150 طالب وطالبة، ومنهم من استطاع أن يستظهر هذه الأربعين في يومين، وربما أقلهم أو أطول مدة هي أربعة أيام. وهذا يرجع الحقيقة إلى أهمية هذه المنهجية التي تساعد الطالب على الحفظ، كما تدربه كذلك على التركيز، لأن التكرار هنا عندنا في هذه المنهجية مبني على التناوب بين الجماعة والفرد، ولهذا هنا الفرد يعتمد على نفسه عند تكرار، عند تكرار أو مراجعة القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو المتون العلمية. أريد أن أنبه إلى أنه عندنا مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم فيها طلبة داخليون، ولقد تخرج من هذه المدرسة ما يزيد عن 150 طالب، وأغلبهم الآن أئمة على مستوى الوطن. وأيضا هنا بحق لا ننسى أن ننوه بهذه الدورة التي قامت بها جمعية المعالي لتحفيظ الأربعين النووية، سائلين المولى تبارك وتعالى لهم المزيد من التوفيق إن شاء الله، والأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على أهالي هذه البلدة الطيبة أهلها.